السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا نحن مازالين في موديول 7 دونك امبليمنتين DNS. فقبل ما نشوفوا شنو غادي نديروا هاد النهار، فما تنساوش سبسكرايب لايك وشير لي فيديو والكورس كامل باش يوصلكم، وسبسكرايب باش يوصلكم كاع الجديد ولي فيديو اللي غادي نبقى نديرو، كاع لي فورماسيون اللي غادي نبقى كنحط فين فلاشين ديالي فين في اليوتيوب. فنكملوا فهاد النهار غادي نشوف واحد لابارتي ما غاديش تكون طويله بزاف، اللي هي كنا شفنا كيفاش نكريو واحد لازون باش ها انتم الى جينا لهنا كنجيو للبي دي سي هذا، فكنكريو واحد لازون جينا هكا هكا كلون هادي. قلنا الى جينا هنا الدي ان اس هكا نمشيو باش كنزيدو واحد لازون باش كنزيدوها، قلنا باش بالجرافيك يعني كنجيو هكا نيو 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 زون ونزيدو واحد زون هكا ونجيو عاديه. مي دابا ما شفناش كيفاش كنديرو واحد لازون نزيدوها باش بالباور شيل. فكيفاش نزيدو واحد لازون بالباور شيل؟ حنا غادي نشوفوها دابا. فكيفاش غادي نزيدو واحد لازون برايمري زون وانتيغريتد، يعني غادي تكون انتيغريتد اكتيف ديريكتوري انتيغريتد. فغادي نجيو لهنا، اول حاجه اول كوموند شنو غادي اللي غادي نحتاجوها اللي هي اد سيري دي ان اس سيرفر برايمري كاينه برايمري زون وكاينه تقدروا سيكندري زون، يعني انتما كتختاروا، وكاينه ستوب زون، يعني كاين جوج كاينه ثلاثه كاملين. احنا باغيين شنو؟ باغيين غير البرايمري زون، نزيدو واحد البرايمري زون. شنو غادي نسميوها؟ تيري نايم نايم ديالها شنو غادي نعطيوها؟ نعطيوها كاع هنا تيري نايم، نعطيوها تازا دوت لوكال مزيان تازا دوت لوكال. ابخي شنو غادي نديرو؟ لا نشوفوها فاش كتكون، قلنا الى عقلتو انتيغريتد خصنا نختارو واش انتيغريتد ولا لا. الا كانت انتيغريتد خصنا نديرو تيري ديناميك ابديت. شنو غادي تكون؟ اما سكيور اما غادي تكون كتكون سكيور، لا ماشي هادي، غادي تكون سكيور. يعني سكيور شنو هي؟ غير سيكوريزي هما اللي يقدروا يديرو يعني ريزولف، يعني اللي يقدروا يكريو ماشي ريزولف، اللي يقدروا يكريو واحد الريكورد فين فهاد لازون. فمزيان دابا دازنا سكيور. دابا غادي نشوفو ريبليكاسيون، واش ريبليكاسيون بالفوري تيري ريبليكيشن سكوب، واش فوريست ولا دومين، واش مع الناس ديال الفوري ولا مع الناس ديال الدومين. حنا نديرو دومين، عندنا دومين واحد. ابخي شنو غادي نديرو؟ اونتخي ونمشيو نفيريفيو واش ديجا تزادتنا هنا. هاهي لا كتلاحظو، هاهي تزادتنا واحد تازا دوت لوكال، يعني احنا زدنا واحد لازون. فاحنا شفنا في هاد الفيديو غير كيفاش نزيدو واحد لازون دي ان اس باش بالباور شيل، يعني شويه كنبقاو نخدمو الباور شيل باش نتعودو عليه ونبقاو نخدمو به بزاف، حيت قلنا كما قلنا في الاول الباور شيل ضروري فيما مشي تخدم الباور شيل. خدمنا الدي ار سي بي باور شيل، لاتي ديريكتوري باور شيل، ومازال نخدمو بزاف ديال لي شوز باش الباور شيل. غير الباور شيل مهم 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 بزاف، ضروري كل مره تخدمو به وديرو به براتيك بزاف. فهاد لا فيديو كنا شفنا غير كيفاش نكريو لازون باور شيل. فنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو، ما تنساوش بارطاج جيم وشير، وما تنساوش سبسكرايب لايك وشير لاش لاشين ديالي في اليوتيوب باش يوصلكم كاع الجديد اللي كندير، والسلام عليكم.